مساء الخير اعزائي المشاهدين، النهارده بنقدم لكم حلقه جديده من برنامج صوتك مسموع. النهارده هتبقى موضوع حلقتنا عن التنمر، ان ازاي النهارده ان احنا بنشوف التنمر ضد مصابي ومتوفي فيروس كورونا. بنشوف ان ازاي بعض الاهالي بيكون في النهارده عمليه دفن، يعني عمليه الدفن دي مش راي شخصي او حريه شخصيه، ان انا دلوقتي اقدر امنع طبيبه او ايا كان، يعني لا فرق ما بين دكتور او مصاب عادي، سواء ان هو مواطن عادي او غني او فقير او مريض او صحيح، لا دي ملهاش اي صله خالص. ان انا يعني ماليش اي حريه شخصيه، ده تكريم من عند ربنا سبحانه وتعالى، تكريم الهي ان احنا ربنا سبحانه وتعالى كرم الميت بدفنه. ده اللي احنا شفناه امبارح امس في مدينه اجا، قريه شبرا البهو، ان ازاي طبيبه الدكتوره سونيا عبد العظيم. الدكتوره سونيا يعني بالمناسبه هي ما دخلتش الحجر الصحي نهائي، دخلت الحجر الصحي بالاسماعيليه بس ما دخلتش تعمل كطبيبه واتصابت، لا هي للاسف طلع عندها اشتباه بكورونا، بس هي تعبانه بالالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي احنا شفنا بعض الاشخاص بقى امبارح متجمهرين، وللاسف البعض امبارح يعني ما كفهمش ان هي لا مش هتدفن، لا ده سماعات يعني مكبره للصوت، ان لا ان الدكتوره دي مش هتدفن، الدكتوره دي مش هتيجي عندنا، مش هتدفن. شفناها ومرمطة المتوفية من قرية لقرية، وأهلها اللي استنجدوا بالشرطة، والأهلها اللي استنجدوا بكل حاجة، حتى زوجها يعني تم الانتقال من قرية شبرا البه لقرية ميت العامل بنفس المحافظة. إزاي أصلا الناس يعني لو شفنا مع بعض الصور إن هي الناس متجمعة حوالين عربية الإسعاف وتكسيرها، وفي الآخر يقول لك لا إحنا ما تدفنش. طب هو حضرتك مش خايف إن تدفن، وحضرتك خايف انها تدفن ومش خايف لما انت تبقى متجمع حوالين الاسعاف؟ ازاي يعني ازاي ان انت مش خايف من ان انت تتجمع اصلا وتنزل الاسواق، وازاي ان انت خايف انها مجرد انها تدفن؟ ازاي ده يعني باي حق؟ شفنا طبعا مشكور الدكتور ايمن مختار محافظ الاهليه، ان هو يعني يطلع اسم او قرار ان هو اسم المدرسه باسمها، ده قرار عظيم. بس لا احنا بنطالب مش اسم المدرسه بس اللي بيبقى باسم الدكتوره سونيا عبد العظيم، لا الاسم بتاع القريه لازم يكون الدكتوره سونيا عبد العظيم. لازم الناس دي تعرف ان الدكتوره دي كان لها حق تدفن، ولازم الناس دي بطايقهم بعد كده يبقى مكتوب فيها يعني قريه الدكتوره سونيا عبد العظيم. لازم الحادثه دي تبقى واقعه في كل ذهن مصري، ان لما اهل قريه رفضوا دفن يعني بنتهم واختهم وجارتهم، ولا اربع اطباء يعني بيساعدوا القريه، ازاي بأي حق ان احنا نقول ده يدفن او ده ما يدفنش؟ مين المسؤول عن الكلام ده؟ فين العقلاء؟ فين الحكماء في القريه؟ فين عمده القريه ان هو يطلع يقول لا دي مش هتدفن؟ بأي حق ده؟ مين اللي سمح بكده ومين اللي قال بكده؟ شفنا قوات الشرطه امبارح ما دفنتش المتوفيه الا بالقنابل المسيله للدموع. ده يعني ربنا سبحانه وتعالى ولا اي دين قال ده، ربنا سبحانه وتعالى كرم المتوفي بدفنه. يعني شفنا طبعا المفتي لا يجوز لاي انسان ان يحرم اخاه من الدفن ولا التنمر على مصابي كورونا. يعني شفنا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه مشكور، وهو بيقول لا يعني ده تنمر، ده سلوك لا يصح. احنا شفنا ده دي عادات وتقاليد، يعني عادات وتقاليد الشعب المصري بدات تتاكل بالمشاهد اللي احنا بنشوفها دي. يعني ده على فكره مش اول حاله، دي الرابعه طبيبه الناس يعملوا على مشاكل انها مش هتدفن. دي صورة قدام حضراتكم، صورة من أمام الطبيبة إن هم متجمعين لا مش هتدفن. إزاي يعني؟ بأي حق؟ مين اللي سمح لك أصلاً إن أنت تقول رأيك؟ يعني التجمع ده اللي إحنا شايفينه ده هو اللي هيحمينا؟ ما هو أكبر خطر الأسواق اللي دايماً إن إحنا بنقول لا مش هننزل، ولا بنناشر والدولة بتناشر وبتدي قرارات وغلق وكل ده، وفي الآخر بنرجع نتحايل على القانون ونتحايل على أعضاء مجلس الشعب ونتحايل على السلطات والمستشارين، لا افتحوا، لا احنا اسفين مش هنكرر السلوك ده، وفي الاخر نقول لا دي ما تدفنش. مين اللي قال لك كده ومين اللي سمح لك ان انت تقول اصلا كده؟ فين اكرام الميت وفين عاداتنا وفين تقاليدنا وفين ثقافتنا اصلا؟ شفنا النهارده اهالي قريه في قلين بمحافظه كفر الشيخ مشكورين، قالوا الحدث ده لن يتكرر هنا، مش طبيبه بقى او مسؤوله، لا بنتهم. وشفنا الانتظام بينهم والصفوف متساويه والبعد يعني متر ما بين كل فرد وفرد، وصلى على وياه في الاسعاف. بصراحه بنشكرهم على هذا الموقف، وده اللي احنا لازم نلاقيه من كل الشعب المصري. ده موقف يعني كورونا دي مش اول موقف يعدي على الشعب المصري، الكوليرا زمان جت للشعب المصري، وربنا سبحانه وتعالى ازاح الغمه، وان شاء الله هيزيح الجائحه دي مره ثانيه. ربنا سبحانه وتعالى واقف معانا في كل المصائب وعدناها سوا وبالتكاتف وبالتلاحم. مش لاقي دلوقتي بعض الجهلاء
وانا مش مع نظريه المؤامره وان دي فصيل معين هو اللي حرض انها تدفن، لا، بس فين العقلاء اللي احنا بنقول من كل الانظمه اللي هتطلع وتقول لا ده ما يصحش وده عيب والتكريم الالهي؟ يعني احنا اختصرنا ديننا الاسلامي مش في جلباب قصير للاسف وفي اللحيه، ده اللي احنا بقينا نعرفه دلوقتي عن الدين الاسلامي، ده بس الجلباب القصير واللحيه وصلاه التراويح في رمضان، وان شاء الله نصليها السنه دي. شفنا لما الناس التزمت بالتعليمات في دوله محترمه والعالم كله بيفتخر بيها دلوقتي زي الصين، وثلاثه النهارده بالمناسبه الاردن، شفنا قرار الاردن دلوقتي بالغاء قرار حظر التجوال. ده جه بناء على ايه؟ ده جه بناء على ايه؟ شفنا دلوقتي يعني الاردن بتقول توقف الحالات اللي عند رقم 381، احنا في مصر تقريبا هنوصل النهارده ل 2000 2000 مصاب بفيروس كورونا. ده ليه؟ تخطينا ال 100 متوفي، ده برضه ليه؟ يعني ايه العائده اللي احنا اللي بتعيد علينا او الفائده اللي بترجع لنا لما احنا بننزل وبنكسر القرارات وان احنا ما بنحيش نفسنا؟ ده ايه؟ لما النهارده الدوله تمنع وتقول لا مش هننزل. احنا شفنا بالمناسبه قريه بهتيم في القليوبيه، قريه بهتيم سيده عادت من اسرتها تقريبا 35 مصاب في قريه في بهتيم في محافظه القليوبيه، ده ايه؟ استهتار. وقلنا ان احنا هنفضل مستهترين بالفيروس. شفنا النهارده رئيس روسيا فلاديمير بوتين بيطلع النهارده وبيقول يعني هنستفيد من تجربه الاخرين ولن نكرر اخطاء الاخرين، والمقصود ده طبعا دوله زي ايطاليا. شفنا ايطاليا لما استهترت بهذا الفيروس النهارده الجائحه عامله ايه في ايطاليا. شفنا الارقام معانا النهارده، ايطاليا بس لحد دلوقتي 152 الف اصابه 271، طب الوفيات في ايطاليا 19468، ارقام ضخمه. احنا لسه بالمستوى ده، احنا لسه في المراحل الدنيا، لسه قدامنا الفرص وان شاء الله الفرص دي مش هتضيع من ايدينا. شفنا وزير التعليم العالي مشكور دكتور خالد عبد الغفار طلع بيقول ان دلوقتي اكتشفوا علاج افيجان. لا، هو افيجان على فكره بالمناسبه هو مش وليد الصدفه النهارده، ان هو اليابان طلعت النهارده وقالت احنا اخترعناه، ان هو من اسبوع او يومين هو متطبق في البروتوكول الصيني ودخل التجارب والمعامل المخبريه من 15/3، يعني الصين بتستخدمه من يوم 15/3، احنا دلوقتي يعني في شهر ابريل شهر 4 الصين بدات استخدامه فعلا وجربته على ما يقرب من 320 تجربه، والحمد لله قالت ان 91% استجاب للعلاج، فده دلوقتي علاج. وبالمناسبه هو من انتاج شركه فوجي فيلم المشهوره طبعا للكاميرات. شفنا الشركه النهارده اعلنت ورئيس الوزراء الياباني قال ان العلاج بيعالج بمناسبه يعني مقارنه بالعلاج الاخر او الناس اللي ما خدتش هذا الدواء اللي هو افيجان، اللي ما اتعالجش من الدواء ده بيقعد 11 يوم وتروح من عنده الاعراض. طب اللي بيتعالج من الدواء ده هو بيقعد 4 ايام بس مع المصاب، يعني بيعالج المريض بعد 4 ايام بس. هو اللقاح؟ لا، مش هو اللقاح. بالمناسبه في دول زي كوريا الجنوبيه رفضت استخدام هذا وقالت احنا لسه ما نعرفش ايه السايد افكت او الاثر الرجعي لهذا العلاج، لسه ما نستخدموش. الدواء ده تم انتاجه يعني من عام 2014 وهو مستخدم في دولة زي اليابان، بيعالج بالمناسبة 7 فيروسات للبرد، تم استخدامه طبعا بعد في مواجهة كورونا والحمد لله طلع ان هو فعال وعالج 91%. شفنا بقى عندنا في بهتيم محاصرة يعني او وجود الحظر. طيب خلينا دلوقتي نقول ان احنا معانا دلوقتي الدكتورة سرايا الشيخ. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. انا وسهلا دكتورة، يعني أولا أعرف السادة المشاهدين بحضرتك، الدكتورة سرية هي نائبة عن نائبة عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، وهي بصراحة اللي شفناها في أكثر من المشاهد متواجدة ومع آلي شبرا، وبنشكرك على المجهود ده دكتورة. الله يخليك، ده واجبي وفرض عليا لأن أنا نائبة الغلابة زي ما بيتقال عليا، ومن يوم الكارثة ديت ومن قبلها من ساعة المطر الشديد اللي كان جاي دوت السيول، انا ما ارتحتش يوم. الحمد لله مع الناس يوميا في الشارع بشوف طلباتهم. بالنسبه للموضوع دوت يعني الحمد لله، حتى اسال المرضى اقول لهم مين اللي دخلكم المستشفى، مين اللي بيجري عليكم، مين اللي بيسال عليكم، مين اللي عامل عليكم تبعات دوريه. الحمد لله ده فضل من الله سبحانه وتعالى ان هو من علينا بالنعمه دي. هو ده واجب حضرتك وهو ده اللي الناس هتسال عنه، اللي انا هتسال عنه يوم القيامه ان شاء الله يا دكتوره. طبعا، لان انا والله العظيم اقسم لك بالله انا ما عامله حساب للبشر، انا عامله حساب لرب البشر. لما ربنا يسالني انا اديتك الكرسي دوت، الناس دي كانت في احتياج في يوم من الايام ليكي وانت عملتيهم ايه؟ بس
دكتورة، شفنا يعني حضرتك كده مؤخرا اعلنتي ان في 4 مقابر في مدينة نعم الخانكة، نعم ان حضرتك اعلنتي كده من فترة ان في 4 مقابر تم تخصيصهم بالتعاون مع رجال الاعمال والمحافظ لا مشكورا، يعني ان في 4 مقابر متواجدين في الخانكة. والله انا كنت بس يعني من ساعة الموضوع ما الحالة الاولانية توفت الحاجة غالية، ولما اترفض انها تندفن في مقابرهم اللي هم تبع جمعيه شرعيه كده، فرفضت الجمعيه انها تدفنها في المقابر في بهتيم عندنا. ففكرت انا ورجال الاعمال جم قالوا لي عجبك اللي حصل. المهم الولد خد سته وقالوا له يا ابني، وراح بيها عند القسم وجه من القسم برضه ما قدروش عليهم ان هم يدفنوها. جم بعد كده راح الواد قال طب وديها هناك بلدكم في الغربيه، مركز اسطنطا غربيه. الواد راح هناك قامت عليه الاهالي برضه قامت عليه الاهالي برضو عشان وكان يكاد يكون ينضرب، يعني لولا مدير امن الغربيه اللي انا بحييه من هنا من مكاني اللي انا ما اعرفوش شخصيا، بس بقول له فعلا انت حد محترم قوي وكتر خيرك وصمم على دفن الجثه هناك في الغربيه. طب فطبعا الولد كان بيقول لي يعني انا بقيت اعيط، طب هودي ستي فين؟ انا مش لاقي حته ادفنها فيها. هو للأسف الحالة دي يا دكتورة، يعني نعم. اتفضلي يا دكتورة كملي. فالمهم جم رجال الاعمال جولي وقالوا لي يعني عجبك اللي حاصل دوت، في دي صبه في كبيرنا وما ينفعش وينفع، واحنا اصلنا يعني بقيت اقول يا جماعه تخيل ان اللي ماتت ديت امك وانت محتاج بدفنتها، تخيل اللي ماتت دي اللي مات ده ابوك ومحتاج بدفنته، تخيل ام ابنك، تخيل انت لو جالك انت مرض كورونا، ما احنا كلنا معرضين يا معرضين جماعه، ده فيروس عالمي وليس مصري، يعني جاي مستورد. بريطانيا امريكا انجلترا فرنسا الدول العظمى اللي فيها يعني نظافه عننا وعالم متقدمين عننا بقد كده وجالهم الفيروس، الفيروس ده حاجه يعني جايه من عند ربنا، لا نفرق بين غني ولا بين ولا فقير ولا منطقه ومنطقه، احنا كلنا معرضين لهذا الموضوع. فليه حتى انا كنت عامله حمله لا للتنمر ضد مرضى كورونا تمام، عشان خاطر الناس لازم ان هي تفهم وتستوعب اللي احنا فيه، يعني اولا هم واخدين الموضوع باستهتار في الاول، وكورونا ايه ومش عارف ايه وتنور والكلام ده كله، ثاني لما المرض صابنا والاهمال اللي احنا شفناه خلى الاعداد تزيد. فيعني فالمهم انا يعني فكرت ورحنا يعني رجال الاعمال قلت لهم طب نعمل ايه؟ قالوا لي احنا هنشتري 4 عيون، 2 رجال و2 سيدات في ابو زعبل. فالمهم اعلني دوت وقلت لهم انا معاكم ومشتركه معاكم، زي ما هتدفعوا هدفع، احنا يعني مجموعه يعني. قالوا لي خلاص، قالوا لي اطلعي اعلني وقولي ده للمحافظ، قلت للسيد المحافظ قلت للامن وبلغت الدنيا كلها وطلعت الفيديو، قلت يا جماعه ما حدش يزعل، اللي مثلا انا هدفي ايه؟ فقالوا لي يعني لا بنحل ازمه تقول لي وبنحل مشكله. ده حل ازمه، يعني مثلا إيه انت مش راضي والناس وقفت زي ما حصل مع الدكتوره اللي انا دكتوره بقول سونيا، في الدكتوره سونيا الشهيده ديت ربنا اللي يتغمدها كانت برحمته. بتبقى يعني بتحارب المرض وجالها المرض وكمان دي مكافئتنا ليها، نقول لها لا ما انتش مدفونه، لا ده حاجه صعب. ايه فين اخلاقيات الشعب المصري؟ فين للأسف الشعب المصري اللي كان بيحن على بعض ويحب بعض ويمجد في النجباء منه؟ يا جماعه احنا في ازمه ولازم كلنا نستوعب هذه الازمه، لازم كلنا، فين ديننا؟ لا دين مسيحي ولا دين اسلامي ولا اي دين بيحس ولا على كده اي يا دين دكتوره. بيحس على كده، يعني صح، احنا مثلا هل الناس طب بعد كده هنلقي جثث في البحر؟ يعني ده انا كان عارف. هدفي، يعني تمام، ده كان هدفي، انا كنت بقول يا جماعه نعمل ده، قاموا عليا بتوع ابو زعبل شتموني وهددوني وهنعمل ما فيكم احنا ده وهنسوي، اللي احنا عايزين طب نسأل حضرتك عليها يا دكتوره، يعني عذرا للمقاطعه، ان احنا ليه التراجع في القرار ده يا دكتوره؟ انا ما تراجعتش، انا عندي رايي، فانا طلبت من المحافظ تخصيص قطعه ارض بعيده خالص في الصحراء واعملها، للي ملهوش مكان يتفضل يدفن فيه. وانا مش كنت عاملاها لدايرتي بس شرق شبرا، كنت عاملها شرق وغرب والقليوبيه كلها طب حضرتك يا حتى بتوع دكتوره، ابو زعبل. حضرتك يا دكتوره يعني شايفه ازاي النهارده الناس تتجمع حوالين سياره اسعاف وان هي جنب المصابه وان هي في ايه بيرفضوا الدفن جنبها، يعني بص باي وجهه انا نظر؟ لا دي بجد يعني اي بقول وجهه لهم نظر تقول كده؟ يعني تموت شهيد، يعني اي وجهه نظر، يعني انا مش عارفه اوصفهم والله العظيم ما عارفه اوصفهم، فين اخلاقياتنا فين ديننا؟ ارجعوا لدينكم يا جماعه. وزي انا ما قلت وسالت في الطب، المريض طالما مات
بيتحط في كيس، ثم كيس اخر، ثم كيس اسود تمام. محكم الغلق، ما فيش اي تسربات منه، وكمان يا وبعد دكتورة، 3 أسابيع ماتت. منظمة الصحة العالمية قالت إن الفيروس موجود جوه الرئة، وجوه الرئة خلال ساعات، وما بيخرجش إلا عن طريق خلاص، ولا الرذاذ. هيخرج ولا هيدخل ولا الكلام ده كله. ما تمام. انا قلت هو الميت، هل الميت هيقوم يعطس في وشك؟ أنا عارف. هل الميت هيقوم للأسف. يصح؟ يعني اذا مات الروح فاضت لصاحبه، وده شهيد، ده مش كلامي انا، ده كلام ديننا بيقول كده، تمام. اللي يموت بالمرض يعني ده شهيد فعلا. صح. يعني فاحنا المفروض نبقى رحماء بنفسنا يا جماعه. تخيل والله العظيم اللي بيعترض واللي بيقول لا هيجي لك المرض، صدقوني اه دكتور، احنا صدقوني بقينا نشوف والله بعض يجيلكوا المواطنين، المرض. بقى تقول لا تربي مفتوح او المقابر بتاعتي مفتوحه قدام متوفي فيروس كورونا، واحنا برضو بنعلم لحضرتك اني يعني ايوه، اول واحد متعاون مع حضرتك ان المقابر بتاعتي جاهزه لاي انا متوفي من برضو فيروس عندي كورونا. مقابر مفتوحه للي يموت بفيروس كورونا. اكيد. انا عندي التراب بتاعتي مفتوحه برضو ليهم، ما فيش اي مشكله خالص خالص. وحتى جالي برضو ناس تانية سمعوا البرنامج بتاعي مع وائل الابراش وانا بتكلم عن الموضوع دوت، وكنت انا اول واحده فتحت الموضوع ده في مصر. فقالوا لي احنا متبرعين بالمقابر بتاعتنا، وخدي المفاتيح معاكي واللي انت عايزه تعمليه اعمليه. يا جماعه لازم يبقى هي دي روح ديننا، روح المصري بيحب المصري حتى. يعني اقول ايه يعني، ليه الجحود ده؟ صح. ليه الجحود اللي احنا فيه ده؟ طلعوا نفس، يعني يا جماعه انقى بنفسك. تخيل ان ده يعني ابنك، تخيل ان ابوك، تخيل ان امك، انت نفسك لو مت بالمرض ده هيتقبل فيك كده احنا كمان النهارده يا وهيعرفوا دكتوره منك. شفنا الدكتور ايمن مختار محافظ الدهليه مشكورا تغيير اسم المدرسه الابتدائيه بالبهو لا باسم ده انا الدكتوره سونيا نفسي عبد العظيم. القريه نفسها يعني اسم القريه لازم يكون اسم سونيا عبد العظيم، لان ايوه الناس دي بالظبط، لازم لازم تكون تبقى بطايقهم مكتوب فيها سونيا عبد العظيم. بالظبط بالظبط، القريه كلها تبقى باسم الدكتوره ده سونيا عبد اكيد العظيم، ولازم. لانها تستحق وتبقى عبره لكل القرى ولكل المناطق الشعبيه ولكل مكان، يقول له بص اهو ديت صح. ديت دي يعني. وانا من هنا بحيي محافظ الدهليه اللي عمل كده. طبعا عشان تتغير قريه هيبقى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وانا من خلال البرنامج بتاعك بناشد مصطفى بيه مدبولي بقول له ارجوك خلي القريه دي باسم الدكتوره سونيا لانها تستحق ده في تخليدا شهاده لها يا دكتور، الاطباء. نعم تخليدا للواقعة دي، لازم نقول ان الشعب طبعا المصري عشان لما غير تبقى عاداته عبره. وتقاليده كان في عقاب، العقاب ان هم يفتكروا الحادثه دي طول عمرهم. بالظبط كده، ويبقى في عقاب للي يعترض بعد كده، طب الحاجه الثانيه يبقى يا في دكتوره عقاب اللي حابين يحصل. نكلم حضرتك عليها، ايه الاوضاع دلوقتي في بهتيم بمناسبه ان حضرتك متواجده في الشارع دلوقتي؟ هل في اصابات جديده ولا الحمد لله خلاص والله القريه بقاش فيها؟ لا انا كان عندي حاله جديده النهارده طلعت النهارده ايجابي، وهو ده يعني اللي انا بقوله. انا بشكر اولا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي خد اجراءاته الاحترازيه من البدايه، وكان يعني احنا بنقول له تعظيم سلام يا ريس وكلنا وراك. بشكر وزيره الصحه اللي هي دارت المنظومه من البدايه صح، وعملت حجر صحي وثبتت، وقلت لاول مره اشوف الحكومه المصريه فاعله وليس مفعول بها. بشكر مصطفى بيه مدبولي اللي ما بينامش وداير المنظومه صح. تمام. لكن يا معالي دوله رئيس الوزراء ويا وزيره الصحه ويا رئيس عبد الفتاح السيسي، بصوا لصغار الموظفين وقلاء الوزاره في المحافظات، ليسوا بعضهم ليسوا على مستوى المسؤوليه ودايرين المنظومه غلط. احنا بنلاقي دلوقتي يا دكتوره ان في ناس دلوقتي بتراسلنا وبتقول لنا مستشفى الحميات مثلا توخ بنها داخل المحافظه عامه بشكل عام بدون تحديد مستشفى، ان هي الاطباء المتواجدين بيها والطاقم التمريض اللي هو الاولي اللي بيتعامل مع الحالات اللي فيها اشتباهات غير مؤمن. ده بالظبط. انا عندي مستشفى بهتين فيها 65 طبيب تمام. ممرضه، اللي هي مرات ابن الحاله اللي ماتت الحاجه غاليه، تمام. طلعت حالتها ايجابيه وجوزها وعيالها. طيب يعني هل اتعمل مسح على الاطباء اللي موجودين؟ يا جماعه انا ما بضحيش، انا النهارده اهوت لو الاطباء دي اتصابت مين هيعالجني؟ طب ليه يا دكتوره، يعني بعد اذن حضرتك ان احنا دلوقتي ما بنتكلمش او نعلن مبادره ان احنا دلوقتي اهالي القليوبيه وكل محافظه تتبنى هذا القرار ان يتم التبرع، واللي يعني لو كل اسره تتبرع ببدله وقائيه لكل مستشفى، ايه المانع من ده؟ يا ان احنا انا نحمي على نفسنا. بص انا بص هقول لحضرتك على حاجه. مستشفى بهتين اولا هي فيها 65 طبيب بس غير مؤهله، حماماتها ما يعلم بها الا ربنا، ما فيهاش الاجراءات الوقائيه اللازمه، الادوات الصحيه اللي فيها، انا كنت بودي كمامات وودي حاجات، غيري كان بيودي. المهم ان انا
لو يترك يعني كذا مره. انا قدمت في المجلس ان انا عايزه اطور مستشفى باتين دي، ويا ما قلت الاليوبيه بلا صحه او شبرا الخيمه بلا صحه، وانا معتمده على المطريه في كل مريض عندي. او تمام. يعني انا يقولوا لي لا انت عندك مستشفى ناصر. طب مستشفى ناصر كافيه ولا ايه؟ صح يا اذا كان دكتور، محتاج العنايه مركزه، ولا مستشفى ناصر دي شرق وغرب صح يا دكتور، الاستعداد يعدي 3 مليون بني ادم. يا جماعه انا عايزه يعني اقول ايه؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل. نشكرك يا المهم دكتور على المداخلة. احنا والله للأسف ان وقت البرنامج يعني قرب ينتهي، فنشكرك على المداخلة، وان شاء الله يعني بنتمنى ان حضرتك تعلني على المبادرة البيضاء الوقائية لكل المستشفيات. وبالمناسبة في رسائلنا جاية على صفحة البرنامج دلوقتي كتير، ومن ضباط يعني اتبنى المبادرة دي واحنا جاهزين ومعلنين على كده، فبنتمنى ان حضرتك تتعاوني على يعني على النظام ده، وان يبقى في بدل طبيه وقائيه للدكاتره وطاقم التبريد. حتى مش لازم ان المستشفى كلها تبقى معاها البدل الوقائيه، لو كل مثلا مستشفى فيها من 4 لـ5 بدل ده يبقى حاجه كويسه وحاجه جديده ان احنا عملناها في المحافظه بتاعتنا. شكرا يا دكتوره. دلوقتي بقى في موضوع يعني بقينا نلاقي بعض العمد ومشايخ البلد في بعض الكرة، دي رسائل بتجي لنا برضه وبنوجهها لنا للبرنامج، ان بقينا نلاقي مواطن عادي يجي رايح قريه، القريه دي للاسف كان فيها حاله، هو ابن من ابناء القريه دي، يجي ما نقول للقريه الثانيه نلاقي عمد او مشايخ البلد تمنع وتقول لا ممنوع. ليه ممنوع؟ مين اللي اعطى لحضرتك، مين اللي ادى لحضرتك الحريه ان انت تقول لا وممنوع؟ ايه المسؤوليه في حضرتك ان انت تقول لا وممنوع ان مواطن عادي داخل مثلا يزور وهو اصلا انت ما حللتوش ان هو ايجابي او سلبي عشان تمنعه او تدخله باي حق؟ في حضرتك تعليمات او لائحه او ارشادات جايه لك ان انت ممنوع التنقل ما بين قريه والقريه؟ ده مش موجود دلوقتي، ولا في قانون في المجتمع المصري بيسمح لكده، وطبعا احنا بندين ده. معانا دلوقتي الاستاذ عبد النبي، ده احد المتضررين من اللي هو التنمر ضد فيروس كورونا، ان احنا دلوقتي لما بقينا بنلاقي حاله في قريه لا امنع القريه دي تخش عندنا كلها. اتفضل استاذ عبد النبي. الو مساء الخير. السلام عليكم. حضرتك بتقول ان انت جيت تدخل قريه تزور حد من قرايبك او من اهلك واتمنعت، تقول لك لا. استاذ عبد النبي يا ريت بس تقف في حته فيها شبكه. استاذ عبد النبي الو، حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك يا استاذ اسلام. طب حضرتك بتقول ان انت جيت داخل مكان او قريه من مكان لمكان، ايه اللي حصل؟ انا من كفر منصور، اسمي عبد النبي صلاح عطوه. تمام. جاي بخش يمة العمار، اي قريه جنبنا يمة العمار او يمة طنط الجزيره، الاهالي بيطلعوا ارجع. طب ليه حضرتك في ايه؟ الاهالي كلها طالعه برئيس الوحده، لا انتوا عندكم بلاء في كفر منصور، ما ينفعش تخش بلدنا تعدونا. تمام. هي حضرتك يا الناس دي عرفت ان احنا عندنا بلاء او عندنا الكلام ده ازاي؟ هم دكاتره. تمام. فحضرتك يعني كان عندنا الدكتور ايمن فتح عياده عندنا في كفر منصور، الحمد لله يعني، وكان الحمد لله تم شفاءه وخرج بخير وسلامه. ما هو الحمد لله ربنا يعني شال عنه وخرج بالسلامه واسرته الحمد لله سليمه. بس ما ينفعش مثلا احنا نكون من كرة داخلين كرة ثانيه او في اهالينا في مكان ثاني ونيجي نخش والاهالي تمنعنا، احنا كلنا اخوات. وبعدين المرض ده جاي على جميع الدول، والحمد لله ربنا حافظ مصر، لان العدد عندنا هنا برضو بالنسبه للدول دي كان العدل عندنا هنا برضو الحمد لله. الحمد لله. واحنا استاذ عبد النبي احنا وصلنا الرساله بالمناسبه للجهات الامنيه في مركز توخ، وهم قالوا ان الحاله دي يعني او الحاجه اللي الحدث اللي حصل لحضرتك ده حادث فردي وحادث غير مسؤول طبعا. فبنشكرك وهو الرساله وصلت، وان شاء الله ما تتكررش الحاجه دي تاني مره يعني. يا رب، وربنا يشيل البلد عن مصر وعن الدول بحاله باذن الله. استاذ عبد النبي شكرا للمداخله. دلوقتي معانا مشكله من قريه اجا، ده اهليه، هي البنزينه واقعه داخل حي سكني، فهو الناس دلوقتي بتناشدنا ان ازاي دلوقتي ان البنزينه تبقى ملاصقه للعماره، وان ازاي دلوقتي ان البنزينه تقريبا مش مطابقه للمواصفات. فهم بيستغيثوا بالبرنامج ان احنا نعرض المشكله ديت، ان هو ما ينفعش ان البنزينه دي اولا تبقى ملتصقه بالعماره ده بهذا القدر. بنشوف البنزينه او المكان اللي هو بنمول منه السيارات ان هو ايوه متخم للحي السكني، بس مش بالقرب من العماره قوي كده ولازق فيها، وخاصه ان هم بيتكلموا ان الخزان الوقود يعني على قرب من سطح الارض، فهم كده حياتهم متعرضه للخطر. احنا يعني هنعرض رسالتهم وهنعرض دلوقتي الحاجه المشكله بتاعتهم دلوقتي، هنعرضها على الجهات المختصه وزاره البترول والامن البيئي والامن الصناعي. بس يعني هو ده كان وقت حلقتنا النهارده، وبنشكركم طبعا لمتابعتنا في هذه الحلقه، و
طب قبل ما نروح ننهي حلقتنا معانا الاستاذ ابراهيم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. انا مساء الخير استاذ ابراهيم، سامعني؟ ايوه السلام عليكم. اتفضل حضرتك، انا سامعك. اهلا وسهلا. طب انا سامع حضرتك، يعني قول المشكله. انا ابراهيم مصطفى الشحبور. تمام. من اجا. طب بمناسبه ان حضرتك من اجا يا استاذ ابراهيم، بمناسبه ان حضرتك من اها، من اجا، عفوا، من اجا. من اجا محافظه الدقهليه. ما انا بقول ان بمناسبه ان حضرتك من اجا محافظه الدقهليه. ايوه. ايه رايك حضرتك في اللي حصل امبارح في كفر الباهو؟ اللي حصل في شبرا الباهو. اه. طبعا ده عمل غير انساني وغير مسؤول. احنا كنا عايزين نسمع الجمله دي من حضرتك. نعم؟ يعني كنا عايزين نسمع الجمله دي بس من حضرتك. اتفضل كمل بقى الموضوع. عيب. اتفضل بقى قول المشكله بتاعت سيادتك. انا مشكلتي حضرتك اتفضل. اقيمت محطه بنزين في داخل الكتله السكنيه بالمخالفه. تمام. للقوانين، وسبق ان احنا خد حكم بغلق البنزينه. تمام. طب هل فعلا استجاب، فعلا الجهات الامنيه استجابت للقرار ده ان هو بغلق البنزينه او هدمها او اي حاجه، ولا دون جدوى؟ استجابوا لمده 30 يوم فقط. ايه اللي حصل في ال 30 يوم؟ اغلقت البنزينه وعيدت تشغلها تاني. وتم استصدار رخصه ثانيه بالتدليس على السير المحافظ. طيب يا استاذ ابراهيم، احنا هنعرض المشكله وبنشكرك دلوقتي عشان احنا معانا يعني وقت حلقتنا خلاص انتهى. احنا بس دخلنا من المداخله دي مع حضرتك لان حضرتك بترسلنا من اكتر من حلقه، فاحنا بنشكرك وبنشكر الساده المستمعين للحلقه، وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده خلال موعدنا. شكرا لكم.